وشع. فكرة إني أقدم في الأرب كاستنج جات لي عن طريق صديقة ليا من المغرب، كانت عاوزة تقدم وقالت لي تعالي نقدم، وقعدت يعني تلح عليا إني نقدم. أنا كنتش عاوزة أقدم خالص، بس قالت لي تعالي ممكن نروح نجرب، مش هنخسر أي حاجة. ففي لحظة ما قلت لها أوكي ماشي، ممكن نبعت الفيديو ونشوف. اول ما بعت الفيديو اتصلوا بيا على طول، والاحداث جرت بسرعه، ولقيت نفسي دلوقتي في مصر. قبل البرنامج كان عندي حياه مختلفه تماما. انا كنت بمثل بس مش بشكل بروفيشنال، كنت بمثل مسرح وافلام روائيه قصيره بس مش بشكل بروفيشنال، يعني مش ده الحاجه اللي انا بعيش منها. انا كنت بدرس وبدرس في الدكتوراه وبحضر وبعمل حاجات كتير علميه ملهاش علاقه بالتمثيل. ما كنتش عاوزه اقدم في برنامج، وكنت رافضه الفكرة دي عشان قلت زي ما بقول كل الناس، لا ممكن اضيع مستقبلي او اضيع وقتي، او الفكرة اللي بياخدها كل الناس انه ممكن اطلع في البرنامج وبعد كده ما اكسبش وبعد كده ما كملش وبعد كده، يعني كل المخاوف دي كانت عندي طبعا. بس الصراحة انا اول ما قدمت على البرنامج واول اوديشن قدمت قدام اللجنة، الكلام اللي قالوه والنظرة اللي بصوا عليا بيها والدعم اللي دعموني في اول مرة اشوفهم في حياتي خلاني اقول لا، الناس دول ناس مختلفة. حسيت بإحساس بيقولي لا كملي، وكملت وفزت الحمد لله. أنا ما أقدرش أتكلم عن برامج تانية، كل برنامج ده السيزون 1 بتاع البرنامج ده، ممكن البرنامج ده يكون مختلف بس الله أعلم. أنا ما أقدرش أتكلم عن حاجة هتحصل في المستقبل، بس الحمد لله هو البرنامج ده قدم لي فرصة دي، وفي مفروض مع الشركة المنتجة ماضيين معها عقد، منتجة للبرنامج ماضيين معها عقد لبطولة مسلسل كبير اسمه الحراملك، مفروض هيتقدم السنة دي أو هنصوره بعد رمضان. مفروض فرصة دي كمان جابت فرص لزملائنا اللي حتى ما كسبوش في البرنامج كانوا معانا. مدام غادة عبد الرازق جابت معانا في المسلسل أحمد هلال، ودينا الرميلي جابتهم معانا في المسلسل ومثلوا. فبقى لا بشوف انه فرصة البرنامج كانت فرصة كويسة انك تديك الانطلاقة، بس مش اكتر من الانطلاقة. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org